غلط ان انا اقول ان انا بحبك يا امان او ان انا بقول ان انا بحبك يا ساره. عادي انا ممكن اعبر بحبي قدام العالم كله، بس ان انا مثلا ادخل في سيكشن او قدام دكاتره او ان انا اجيب دبله ومحبس جوي ده قدام زمايلي من غير بابا وماما من غير اهلي ما يكونوا حاضرين، ده مش اسلوب كويس، حاجه اصلا مش غلط اصلا انا اعملها. هي كويسه لانه بيحبها وحب يعبر ان هو بيحبها قدام الناس كلها، فهو لا اقرب فرصه ليه قدام الناس فلا الجامعة، فما يعني هيوقف الناس في الشارع ويقول لهم انا بحبها؟ هو تصرف جريء منه، هو بيحبها وعايز يعبر لها عن حبه ليها، كان عاملها لها مفاجاه. طالما هو ما عملش حاجه خلت بالادب العام وخلاص، دي حريه شخصيه في الاول وفي الاخر برضه ربنا يوفقهم فيها. هو ممكن كان يكون كويس بس بره، يعني مثلا في اي حته تانية، اما الجامعه المفروض ان هي جامعه يعني تدريس وبس. حصلت قبل كده ان في واحد جاب صوره كبيره بيطلب من واحده الجواز في بوستر كبير وفي جوه الجامعه، طبعا كانت فوضى كبيره قوي، ما هو الامن نفسه ما عرفش يسيطر على الموضوع لان كله عمل كده. الخطوبه دي المفروض بيت اهل، زي ما بيقولوا في البيت لازم تخش باب من بيته، مش هنخش من ورا الباب. هو دلوقتي اهلهم عارفين ده؟ انا عايزين نعرف هم اهلهم عارفين، وازاي نعمل الليله دي كلها في الجامعه؟ ما فيش حد يقدر يعمل الكلام ده في جامعه ازهر او كده، يعني ده حرام جميع، المفروض ان احنا نحترمه وان احنا ده للتعليم بس. هو والله هو موضوع اتكرر كتير في الجامعه، موضوع يعني بقى سخيف شويه لان الجامعه دي حرم جامعي ليها احترامها، وما دام بيحبها المفروض يروح عند اهلها ويطلبها من عندهم، مش لازم يعني الفيسبوك بقى متاح لكل ان يشوف ان انت اتخطبتي او ما اتخطبتيش، قدم لك ورد او كده، بس الحرم الجامعي له احترامه اكتر. والله كل فتره بتحصل الحكايه دي، بس يعني عادي، هي فكره كويسه في الاول يعني خدناها عادي وكده، بس ده مكان للتعليم او مش فاضيين الحاجات دي، دي قله ادب، علشان اصلا الحاجات دي مكانها في قاعه الافراح مش هنا، انما ده حرم جامعي والحرم الجامعي له ادب واحترام، واحنا جايين اصلا عشان نتعلم مش عشان المسخره دي، دي في الافلام مش هنا. طبعا ضد اللي حصل لان دي كليه ومعروف مكان للعلم، فبالتالي في اماكن تانية متخصصه للحاجات دي فما ينفعش. حريه شخصيه وكده، بس مش ينفع عشان ده حرم جامعي وكده، فاحنا جايين نتعلم مش جايين مثلا قاعه افراح حاجه زي كده.